اليوم سادة السيدات كيبغيو يخفافوا بهذا المعنى. يعني كنخفافوا في العقل بالعقل ملي كنقول يعني بالستريس كنقصوا شويه ديال الستريس والضغط، وكذلك كنبغيو انه نقصوا من الوزن من خلال وجبات خفيفه، وجبات لايت كيف كنقولوا. الا كاين حتى دي كور ديتوكس، السيدات كيقلبوا على هذه الامور لانه كتنتشر وكتكثر الفواكه. فاليوم ان شاء الله بغيت نشوف معك شنو هي اهم النصائح اللي غادي تقدمي لمستمعاتنا. واللي عنده شي دهون وشي حماس كيبداو يتقلو كيبداو يبانو. اشنو اهم نصائح ديالك للنساء طبعا في هذا الفصل هذا؟ لانه في فصل الشتاء احنا كنحتاجو ناكلو باش ندفاو، خصنا نردو بالنا. السوائل ماشي كلها ما فيهاش سعرات حراريه، راه غير الماء بوحدو اللي ما فيهش سعرات حراريه. اما منين كناخذوا عصير فواكه او لا كناخذوا مشروبات اللي تحتوي على فواكه واكثريتها سكر، بحال داك لي نكتار. بزاف الناس اللي كيقولوا انا كنصوب السيتروناد او بالليمون او بالحامض، هادو كيكون ملي كنشوفوا كنلقاو قليل ديال الفواكه والكثير من السكر. وهنا كتمشي الفائده ديال هاد، وخاصة انا مثلا الحوامض ملي كنصوبوهم وحنا كنعرفوهم بان تحتويو على الفيتامين سي، ملي غنخليوهم في المجمد تنظن بان الفائدة ديالهم ديال الفيتامين سي انضطرت بواحد الكم اللي هو كبير، بقى غير الا شيء قليل بسيط جدا. لان فيتامين سي حساس جدا للهواء والضوء، كنعرفوا بانه كيمشي كيتلاشى. على ذكر هذا شنو غنقول، هذه العادات اللي كتكلم عليها دكتوره سناء العناني، العادات الغذائيه، ما يخفاش عليكم على انه الكثير من الناس شنو كيولي كيقول انا غنقص العشاء ما غناكلش، غادي نقطع غير واحد نص بطيخه سويهله ولا الدلح فيه غير الماء ما فيه شيء. دكتوره سناء العناني، واش هذه عادات صحيه؟ لا، لانه علاش لا؟ كاين الماء بالفعل. ما تحطيناش دينا الاحباط. كاين الماء، سمحوا لي، عرفتي كنجيكم مرش هيوات كنهبط لكم مقاديف كاملين. لا، كاين الماء بالفعل، وحنا محتاجين ذاك الماء باش كنعشوا الدهس ديالنا وكنقوموا بترطيب الجسم ديالنا، خاصة الناس الكبار والأطفال محتاجين لهذا الاستسقاء مزيان. ولكن كاين السكر، بالفعل هو سكر من النوع الجيد، لأنه سكر أصله طبيعي من الفواكه، الفركتوز مزيان حسن لنا، ما غناخذوا لو جلوكوز، هذا بطبيعة الحال. ولكن حتى الإفراط في هذا الفركتوز فهو مضر للصحة، وغادي يطلع مستوى السكر بالنسبة للناس اللي يا إما عندهم مرض سكري يا إما عندهم اضطرابات في مستوى السكر، بحال كي مهددين بمرض السكري. هنا خصنا نردو البال. وبزاف الناس اللي تيقول لك مثلا ناكل والو في الصيف، كناكل غير ديسير الفواكه. الفواكه تيغلظوا، خاصة إلا تخادوا بالليل، يعني بالليل ابتداء اش من ساعه؟ ابتداء من احنا الساعه الفواكه دابا النهار طويل، خصها تبقى 4 ل 5 ل 5 ونص العشيه، الله يعني ما نفوتوش 6 على اكثر تقدير، ما نفوتوش 6 على اكثر تقدير. شنو ما خدينا ورا 6 من الحلاوه والا كنخزنوها كدهون، كتخزن كدهون في الجسم، كتخزن كدهون في الجسم. هنا خصنا نردوا البال. الفواكه خصنا نعرفوا الكميه ديال الفواكه اللي خصنا ناخذو. حنا كنقولوا فاكهه حتى لجوج ديال الفواكه في هاد الخمسه ديال العشيه مثلا. خصنا نعرفوا فاكهه شنو معنيتها. مثلا ملي كنتكلموا على الدلاح، الدلاح 300 غرام ديال لا شير ديال 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 القلب ديال الدلاح، القلب ديال الدلاح هي فاكهه. اذا خديت ما بين 300 حتى 600 غرام، الله يجعل شي بركه، راني ولكن بوحده. اما الا غادي نزيد معها تبارك الله حبل الملوك، ونزيد معها الكرموس وهذا والكرموس، هنا حاجه اخرى. ما نكرهش اليوم نعطيكم المعادلات ديال الفاكهه باش تردوا البال مع السعرات الحراريه، باش تردوا البال مع الفواكه. اذا 300 غرام ديال الدلاح، 200 غرام مثلا ديال الاناناس، بالنسبة للكرموس جوج حتى ثلاثة ديال الكرموسات هي فاكهة. بالنسبة للعنب
والحب الملوك والمونغ 100 غرام هي فاكهة. بالنسبة للبطيخ راه الا خدينا بطيخة صغيرة ما كاينش مشكل، نقدروا ناخذوها كاملة ديك الصغيرة ولا المكركبة. الا كانت الكبيرة غناخذوا الربع ديالها فهي فاكهة. البرقوق جوج ديال البرقوقات حتى لثلاثة على حساب الحجم ديال البرقوق. بالنسبة للمشماش ثلاثة حتى لخمسة ديال المشماشات على حساب الحجم ديال المشماش. شنو كنفكرني عاود التفاحه كبيره راه هي فاكهه، ممكن يمشيو حتى لجوج تفاحات ما كاينش مشكل. ربما التفاح هو من الفواكه، هو والبعويض هما من الفواكه اللي فيهم اقل سعرات حراريه. تماما، التفاحه مثلا غتكون فيها واحد 45 سعره حراريه في التفاح، داكشي علاش مثلا منصح الاستعمال او الاستهلاك ديالها خلال ريجيم او حميه، ومن غير حيت كنعرفوا بان ديك القشره ديالها كتحتوي على ماده البيكتين وهي كتحبس لنا الشهيه، ما كتخليهاش ان كوفان طبيعي، كيف نقولوا كتهرس الاحساس بالجوع، خاصه الا خديناها مصاحبينها بواحد الكاس ديال الماء لان كتنفخ. ملي كنهضروا معاك اليوم على السعرات الحراريه للفواكه اللي اكيد كتكثر وكترتفع نسبه الاستهلاك ديالها خلال الصيف، بالنسبه البنان الموز متوفر على طول السنه، ولكن مثلا الناس اللي باغيين يحرقوا الدهون واش يختاروا ويحبدوا ذاك البنان او الموز اللي مازال شويه خضر او الموز اللي طايب؟ لا بالفعل، ملي كيكون شويه خضر كيكونوا السعرات الحراريه ديالو باقين منخفضين، ماشي بحال ملي كيطيب كيطلع السكر، مستوى السكر ديالو كيطلعوا السعرات الحراريه ديالو. حبه ديال الموز تقريبا متوسطه شحال فيها دكتوره سنة؟ احنا غنقولوا بان نص حبه ديال الموز هي فاكهه. وشكون هذا اللي غادي يحبس لك في نص حبه الموز؟ زعما مثلا ناخذوا البنان البلدي داك اللي كيكون صغيور ديال اكادير مزيان، ديال مثلا كناخذوا سلطه الفواكه، ما كنردوش البال عرفتي شحال ديال الفاكهه من الفواكه كتحتوي عليها ديك الزلافه ديال سلطه الفواكه. حنا كنعرفوا بانه كاس ديال العنبه ديال العصير ديال الليمون هي فاكهه، شحال غنزيدوا عليها؟ اش من تفاح واش من فخيز واش من بالنسبه للفخيز مثلا 8 حتى 10 د الفريزات هي فاكهه. نعم، اذا كنقدروا مثلا نديروا الفريز والليمون بوحدو الا اكتفينا بهم مزيان، غادي يعطينا واحد سلطه منعشه بدون سكر اضافي. حنا غادي ناخذوا اسئله مستمعاتنا، وكنقترح عليك دكتوره سناء انه ناخذوا الاسئله وربما عاد نلخصوا ونجاوبوا على الاخوات او الاخت. غادي ناخذوها معنا من مدينه الدار البيضاء، هي لبنى اللي باغا تنقص الوزن ولكن عندها شهيه مفتوحه وعندها صعوبه في فقدان الوزن. اهلا بك لبنى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ الله يبارك فيك ربي يخليك. الو، انا عندي 49 سنه، عندي الطول متر و57 وكنوز يا لالا وصلت ل 60 كيلو، حيت جلست من الخدمه وجلست في الدار عطيتها غير الشيوات، عطيتها شيوات لالا سناء الزعيم. وياك ديري بيا السبه، واخا فيك لبنى، واخا لا واخا هكاك سناء ما عندي اليمنى بالمعقول، عرفتي كنصوب من هنا وكندوق بوحدي من هنايا. ولكن عرفتي سناء راه دايره لكم التوازن، كدير لكم الشيوات السيمانه كامله وكتختمها بيا في الاخر. لا انا يعني كان الى كنبان ما كنبانش زعما ما كنبانش غليظه، وليني لالا داك الشيء كله تيهبط وتيتجمع لي في الباطن في الكرش. وليت بحال داك بصيحه في الكرش بوحدها خارجه عندك. وعندك 43 سنه ياك؟ 43. انا سؤالك مهم، واعتقد انه دكتوره سناء غادي تكلم لنا فيه على ربما تحول هرموني اللي كتقدر ايضا تعيشه المراه في هذا السن، يعني من 40 سنه فما فوق. واش كتحسي براسك ولا عندك نوع من الكسل وليتي كتحسي براسك شويه مهدوده؟ والله العظيم داكشي علاش كتقولي عندك صعوبه يعني تفقدي الوزن. وياه والله عرفتي لدرجه ان الصباح دابا تنوض عرفتي مثلا بغيت ندير حتى شي حاجه يلا فطرت واحد شويه دابا غادي تخبيز وشويه زيت العود وخبيز هذا ديال الزرع زيت العود وكويس داتاي. نعم مزيان. ودابا كنقص الليمونه زعما تناكلها، والغدا ما تنتغداش يعني كنبقى حتى كيجي راجلي مع السبعه ونص كنحط العشاء، سوا كندير كغاطا سوا كندير
لي بات سواء كندير المهم شي حاجه خفيفه، ولكن الاغلبيه كندير توصيل طيب. ديال سلطه مطيشه وخس وخيار وذره و... انه هي كتحافظ زعما كتحاول تحافظ لا على... ولكن هاد الفطور اللي تكلمات عليه فطور ممتاز خبيز وزويته د العود واتاي ومن بعد قشره ليمونه ما فيها حتى شي اشكال نعم. ولكني ولا بد ثلاثه سوايع من بعد خصنا ناخذ وجبه الغداء واخا ما كاينش الزوج واخا كاينه هي بوحدها، يعني ماشي بالشرط غادي تكون شي حاجه ثقيله سلطه. كاين بزاف السيدات كتقول لك انا بوحدي في الدار ما كنقدرش نجلس ناكل بوحدي. عرفتي المراه المغربيه لا المراه يكون الراجل ولا الوليدات ولا بصفه عامه كتقطع على راجلها وعلى وليداتها وعلى عائلتها وكتهمل الشخص ديالها نعم. وهي قره العين هذيك العائله، ولا هي تهلات في راسها راه ديك الساعات غادي يمكن لها تهلا في الاخرين اما الا بقات كتهلا غير في الاخرين غتستنزف الطاقه ديالها كامله وفي الاخر ما غتلقاش باش تسعدهم هم نعم. اذا ما تهملش نفسها ولا بد وجبه الغداء غندير واحد السلطه اللي هي خفيفه ما تاخذليش بزاف ديال الوقت وغناخذ واحد البروتين يا اما لحم او دجاج او سمك اللي غنديرو نقدر غير في مقله نعم سهل باش ما نتسماش بان انا طيبت ودرت كوكوط وجبت داك الماعن الثقال غندير داكشي اللي خفيف اللي نقدر ناكلو غير انا بوحدي او نشوي غير في شوايه واحد جوج قطيبات يا اما ديال الدجاج يا اما ديال الكفته او الحم اللي داكشي اللي متوفر عند هاد السيده وواحد ثلاثه المرات في الاسبوع ما غيكون عندها لا لحم لا دجاج لا حوت. تقدر تاخذ غير البيض وبطاطا، تقدر تاخذ غير العدس وخبيز، تقدر تاخذ غير مثلا لي بات او الروز وخضار. واخا حنا غادي نرجعوا لهاد النصائح التغذيه بالنسبه للسن 43 سنه، انا بغيتك تكلمي لنا عليه دكتوره سناء. واش كيصعب باقا شابه لا سيدة. اكيد لا، ولكن كيبدا واحد التحول هرموني في حياه المراه، واش في هذه المرحله كيصعب على خلاف مراحل اخرى انه السيده تفقد الوزن وتحرق الدهون؟ على حسب كل سيده، كاين سيدات اللي في حوالي الاربعينات فين كيوقع عندها هذا المشكل ديال التحول الهرموني، وكاين سيدات اخرين اللي حوالي سن الخمسينات عاد كيوقع عندها هذا المشكل الهرموني. بالفعل ملي كيكون ذاك المناخ الهرموني كيضطرب لانه كيتحول من مرحله ديال تتكون السيده مستعده للانجاب الى مرحله اللي ما كتبقاش مستعده للانجاب، هاد هنا كيصعب الامر، كيقدروا يتزادوا واحد 15 ديال الكيلويات بلا ما تيكون افراط في الاكل، هذا غير بسبب الهرمونات اللي كيشدوا معاهم الماء واللي كيخزنوا الدهون في البلايص اللي ما كنبغيهمش في البطن في الارداف. ولكني خصنا نردوا البال الاكل ديالنا اكثر من اي فتره اخرى في حياتنا. غادي نمشيو لسلا معنا فاتحه. اهلا بك يا فاتحه. صباح الخير لالا سناء. صباح الفل والياسمين، اهلا بك. الله يبارك فيك لالا، ميرسي بوكو. دو ريان بوكو، مرحبا منورين بكم. ميرسي لالا، سي تري جونتي. بغيت لالا نقول لك لو كا ديالي انا. جو سوي اون فام كي 55 عام، جو سوي مينوبوزي صافي 3 عام، على لاج دو 52 عام جاتني لا مينوبوز. جو نو سوي با ترو غروس، حيت انا فيا متر و65 وكنوزن 65 كيلو. ايه. مي لو بروبليم اللي عندي الاساسي هو الكرش. ايه. هو الكرش. وهذاك هو المشكل ديال كثير من النساء من سن الشباب لسن متقدم راه مشكل. ولكن واش من دائما لا فاتحه وعندك هذا المشكل ولا عاد ولا؟ لا. وقتاش كان عندي ملي ولدت لا دوزيام فوا ملي ولدت لا دوزيام فوا باسكو انا جي كان عندي واحد لو روتار ما بين الاول والثاني، الوغ جي دو فير بزاف ديال الحوايج، ناكل الهرمونات ندير بزاف ديال الحوايج. دونك ملي ولدت انا كنقول لك ولدت صافي 18 طون هادي، مي بقات لي الكرش. دونك ملي بقات الكرش دوكو وليت كنبان ديما بحال حامله، كي كنت لابسه حوايجي كتكون يا مطنبه، كنت لابسه جلابه كتبان، كنت لابسه لو تابلي ديال لو طرافاي، جو سي اونسينيونت لدرجه واحد المره واحد ماما قالت لي يلاه يفك وحايلك، دونك تيلمون كنبان الكرش ديالك منفوخه. لو فوليوم ديال الكرش مرتفع. انا هذيك الكرش مطنبه هكاك هي اللي كدير لي المشاكل. بالنسبه للاكل انا كنصبح على 7 دو ماتان، واخا نكون في الكونجي واخا نكون في العطله كنتغدى، واخا ما يكون حتى واحد في الدار وليداتي خدامين برافو عليك مي جو مونج بيان
انا اللي ما كنديرش هو ما كنتعشاش. علاش ما كنتعشاش؟ ماشي حيت كندير ريجيم ولا شي حاجه، هذه واحد العامين حيدت مراره جون ديجا بلوس الليل، جون ديجا بلوس الليل، ما بقيتيش كتهضمي. دونك ديكو قلت الحاجه اللي غادي نحيد انا غادي نحيد العشاء صافي. انا غنرجع للدكتوره سناء العناني ونشوف شنو النصيحه اللي غادي تقدم لك على فاتحه. خليك معنا، خليك معنا في الاستماع. وي لالا، واش كديري تمارين رياضيه؟ ايوا واش غادي نقول لك، التمارين الرياضيه سولون صحيحه، لان عرفتي لونسينيومون لو ترافاي لا ميزون بوكو دو بروبليم دو سونتي انتونديني كون ارتروز، هادشي كله كيجعلني ندير الرياضه بشويه، ولكن شنو اللي كندير مزيان؟ كندير لا مارشي. واخا، حيت دابا الرياضه اللي كنتكلم عليها هي الرياضه ديال العضلات ديال البطن، ولا بدا خصهم يخدموا، لان ربما كاين ارتخاء في هاد العضلات، ربما المصران عندك فيه مشكل كاين تافخ، دونك كيبان الا كانوا دوك العضلات ما قابطينش، ما كاينش شد، ما مشدودينش، ربما عندك دهون ممركزه في البطن، وهنا بحال الحلقه اللي كنا تكلمنا عليها هذا واحد جوج الاسابيع على لي زاباغي الالات، ولا بد خصك تمشي لشي مركز اللي تكوني تايقه فيه، اللي عندهم الات خاصه للدهون الموضعيه. باردون دكتور، انا ديجا جي في واحد الدكتور ديال الزوج ديالي، لانه هو لي ديابيتيك سي اندوكرينو، شفتها وقالت لي جو بو مو فير ليزر. Est-ce que c'est possible? La lipo, شنو lipo laser? Oui, lipo laser. Lipo laser, ممكن. إلا عندها آلام زيانة ممكن. هي إلا ميدسان. إلا ميدسان تنظن يمكن لك تثقي فيها، لأنه دونك يا با دو ريسك. إوا إلا عندها آلام مزيانة، مصدر ديالها مزيان، يا با دو ريسك. مانتنون كل واحد وكيفاش الضمير ديالو، كاين اللي غيمشي ياخذها من بلاصة مزيانة واخا غيحط فيها ثمن كثير، كاين اللي غادي يمشي ياخذها من بلاصة اللي مشكوك في أمرها غيتبع غير الثمن. أنا ما غاديش نقدر نضمن هاد النقطة. شوفي غير المصدر ديال الآلة، إلا كان مصدر موثوق منه شركة اللي هما زعما سيريو، تنظن يمكن لك تامني في هذه التقنيه. ميرسي سي تري جونتي. جو فوز ان بري لالا. ميرسي لالا. فاتحه تهلا في راسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه اللي هي شابه عندها 20 سنه، ياك فاطمه؟ نعم. انت شابه تبارك الله، عندك 20 عام. ياه. لاباس عليك؟ الحمد لله. كي داير انت مع لاباس؟ الحمد لله. حنا معاك ودكتوره سناء معاك، وقول لي شنو سؤالك؟ السؤال ديالي الاول، كاين عفاك واحد خاطر رجلي يلا ولدت وما عندهاش الحليب. اييه. وبغيت تقعد شي نصيحه صافي. واخا. شحال هادي د الوقت باش ولدت؟ انا ولدت نهار الاثنين، وولدت بالفتيح سيزاريان. باقي الحال هاد السيده باقي خطلع عليها الحليب، خصها ترتاح في خاطرها، لان كلشي في النفسانيه، ترتاح تشرب الماء، تبعدوا منها جميع المشاكل اللي كاينين كيكونوا في هذا في الفتره ديال 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 الولاده. و كيف نقول لكم، مثلا الشربه ديال الحمام او ديال الدجاج، هذه مفيده جدا للنفيسه، وحنا كنعرفوها من 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 جداتنا ومواتنا، حتى هما كي هما كينصحونا بها. كاين النافع حتى هو، ديروا في خبيز، ديروا في حسوه، ديروا السوائل بصفه عامه، خصها تاخذهم بكثره. الماء هو اللي غادي يطلع على الحليب. تاكل بانتظام، تاكل مزيان، ما تاكلش ليدومات بزاف، لان ما كاينش. السمك حتى هو مفيد، السردين يطلع لها الحليب. تنظن بانه الا تبعت هذه النصائح راه يطلع لها الحليب. ما تخلاش سنين، راه باقي الحال. شنو هو السؤال الثاني؟ حتى ثلاثه الاسابيع وعاد كنفقدوا. شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني ديالي، انا عندي 20 سنه وسميتو الطول 160 وسميتو على حساب الوزن 45. اييه، عندك الوزن ناقص. واخا، بغيتي نصائح من عند دكتوره سناء باش تزيدي في الوزن. يلاهك بخير. واخا، خليك معنا فاطمه في الاستماع. هي دكتوره غادي ان شاء الله تجاوبك على هذا السؤال هذا ديالكم. مرحبا بك معنا دائما، تحيه لكم من مراكش. غنمشيو لانزكان معنا السعديه. اهلا بك السعديه. السلام اختي سناء. اهلا، لاباس عليك؟ شخبارك؟ لاباس عليك الحمد لله. سعديه مرحبا بك معنا. اش ديري
الى اليوم الى غادي يفرق وكنقول درتي بناقص مرحبا والله يجيبنا في الصواب مرحبا مرحبا وانا سعيده نسمع صوتك معنا السعديه الله يعطيك الخير يا مدام سامر الله يعطيك الخير قول لي يا مرحبا شنو سؤالك للدكتوره ديالنا ديك الخطره في رمضان عقلت لي دور فيكم قلت لك راه نقصنا والو درت تحاليل وقال لي ما عندك والو قال لي شويه تسقر الدم اللي عندك تاكلي الدواء ولا بلاش قال لي اللي بغيتي صافي دابا باقي ناقصه في الوزن باقي ناقصه في الوزن شحال دابا عندك في الوزن انا 54 عندك 54 وشحال في الطول 1.60 متر و60 عاود ذكرني بالسن ديالك هذا 45 مزوجة والدة عندك وليدات عندي جوج دراري والفقر ديال الدم عالجتي عليه ما بقاش قال لي راه فيك غير شوية غير يلا تجمع فاش درت التحاليل وديالك العو ديال كل شيء قال لي ما عندك الحمد لله ما عندك والو غير من الأكل واخا عندنا جوج الأسئلة على الزيادة في الوزن شنو نصائحك دكتورة نسول سعدية واش كتنقزي الوجبات السعدية ولا الوجبات كاملين كتاكليهم انا كنقز مره بعد ما كنصطف في كاع يلا دابا مشيت للخدمه وجيت يلا حسيت بالجوع ما تيكون فيا ولكن دابا المشكله شنو كيوقع بالنسبه للناس اللي عندهم نحافه ما كيقدروش ياكلوا في الوقيته اللي مخصصه للاكل كيجيهم الجوع حتى كتقرب الوقيته ديال الاكل الموالي يعني مثلا في الفطور ما غاديش يجيهم الجوع ولكن مع 12 غادي يجيهم الجوع غادي ياكلوا شي حاجه ديال الفطور اللي غتقفلهم على الغداء وعاوتاني الغداء ما غتكونش عندهم الشهيه ديال الماكله حتى العشيه عاد غادي يديروا الكوتي ها هما نقزوا البروتينات والخضروات وربما الفواكه اللي كيقدروا يسلكوها والعشاء عاوتاني نفس المشكل ملي كياخذوا الكوتي ما باقيش يقدروا يتعشاو اذا كيفاش الانسان يفتح الشهيه طبيعيا احترام النظام ديال الغذاء نعم. يعني وجبة مواعيد الساعه ديال الفطور خصها تكون نحفظها ونعرفها فوقاش باش كنفيق واحد لوغلوج بيولوجي كتولي واحد الماده ساعه بيولوجيه عندي كت مبرمجه على واحد الساعه بالضبط غادي يجيني فيها الجوع الا ولفت انني كناكل دائما في نفس الساعه كنوجد الاكل ديالي نحاول ننوع ماشي دائما ناكل نفس الشيء باش ما نملش لانه الا بقيت كل نهار غناكل الخبز راه يطلع ليا في راسي وهذا الخبز راه انت السعديه دابا خصك تنوعي باش الشهيه كتساعديها كتحفزيها كندير لك كاسكروت دابا ما كنتعشاش اي هادشي اللي قلت لك حيت ما تغديتيش قال اختي سنة يعني داكشي اللي كاين حيت ما تغديتيش غادي يجيك الجوع غادي توصلي وقت الكوتي غتاكلي شويه كثير بالنسبه لشخص اخر انا الناس اللي كيجيو عندي اللي باغين يغلاضوا الكوتي راه كنعطيهم فاكهه وحده وكيكون هذاك هو الوجبه الرئيسيه ديالهم ديال اليوم اذا غياخذ فاكهه غيحس باقي فيه الجوع ملي غتوصل للعشاء بزمنه غادي يجلس ياكل وغياكل ديك الساعه شي حاجه مفيده اللي غادي ينمي بها العضلات ديالو اللي غياخذ فيها فيتامينات اللي غادي ينتعش بها ماشي بحال الكوتي شنو فيه غير المعجنات شنو رايك في السيرويات الفاتحين للشهيه لمده معينه كتكون فيهم الحلبه او بعض الاعشاب الحلبه ولا بعض الاعشاب شحال مره ممكن السيده تستعملهم في العام واحد جوج ديال الدورات في العام لا جا شي بركه وشحال المده ديال كل مره 10 ايام حتى ل 15 يوم الله يجعل شي بركه ماشي اكثر وفي نفس الوقيته نكونوا كنولفوا سميتو واحد النظام غذائي اللي كنتساعدوا ملي كنكونوا ناخذوا هاد الادويه واخا نحبسوهم نبقاو نراعيو نفس النظام الغذائي باش نبقاو مولفين هذاك البروغرام فاتين كتسولني على المباشر ديالنا واللايف على تطبيق الشو كتقول لنا ما كتنقصش الوزن خاصه على مستوى الكرش والارداف ونسرين منتازه كتقول لنا بنتها عندها 11 سنه و 38 كيلو واش هاد الوزن مزيان دكتوره ولا وزن ناقص 11 سنة و 38 كيلو مزيان وزن مزيان إذا ما تهوليش نسرين الوزن ديال بنتك وزن مو مزيان لا الوزن ديال البنية ديالك اللي عندها 11 عام عندها فيها 38 كيلو فهو وزن ممتاز بالنسبة لهذا السن وفاتين أنه ما كتنقصش الوزن خاصة على مستوى الأرداف والكرش ولا بدا خصها تخدم كيف كنقولوا ملي تكون عندنا واحد الدهون اللي هي موضعية الرياضة ديالنا نكونوا كنستهدفوا هذيك المواضيع
او اذا استعصى علينا الامر كاين مراكز اللي فيهم الات اللي غنخدموا فيهم هذاك اللي شيرين كتبات لي نو سي 48 كيلو يعني راه 48 كيلو اه داكو هو 48 كيلو عاوتاني هذه حاجه اخرى شويه بالفعل فكاين زياده قبل ما توصل للبلوغ تنظن بان 40 كيلو الله يجعل شي بركه بالنسبه ليها